السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. نتائج مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، الدوري السعودي الأسبوع 26. الوحدة فاز على العدالة 4-2، أحرز أهداف الوحدة أنسليمو دي مورايس في الدقيقة 11، يوسف نياكاتي في الدقيقة 25، أنسليمو دي مورايس في الدقيقة 51، ويوسف نياكاتي في الدقيقة 81، وهدفي العدالة عن طريق سافاس جندزوجلو في الدقيقة 8، ونايف هزازي في الدقيقة 53. الفيحاء يتعادل سلبيا أمام دمك 0-0. النصر يفوز على التعاون 4-1. أحرز أهداف النصر عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 5، أحمد موسى في الدقيقة 17، عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 50 وفي الدقيقة 81، وهدف التعاون أحرزه هيلدون راموس في الدقيقة 55. أهلي جدة السعودي يفوز على الهلال السعودي 2-1. أحرز أهداف الهلال أحرز أهداف الأهلي أولا عمر السومة في الدقيقة 5، وعبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي في الدقيقة 74، وهدف الهلال عن طريق علي البلهي في الدقيقة 65. دور نجوم قطر أو دور القطر الأسبوع 22، الجولة الأخيرة، ولكن هذه بداية الجولة. السد القطري يتعادل 1-1 أمام الغرافة، أحرز هدف هدف السد أكرم عفيف في الدقيقة 90. السلية يتعادل 0-0 أمام أم صلال، والخور يتعادل 2-2 أمام الشحانية. الشحانية سقط بالمناسبة، وعملت فيديو عن الموضوع ده ممكن تشوفه على القناة قبل الفيديو ده أو اللي قبله يعني. الخور أحرز أهداف الخور تياجو بزيرا في الدقيقة 45، ولوكا بورجس في الدقيقة 53، وهدفي الشحانية عن طريق رامين رد أيان في الدقيقة 3 وفي الدقيقة 73. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم نتائج مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2020. اشترك في القناة، فعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.